girls like, said I was a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة اليوم من شو بيزون. كما العادة عملنا دورة في المهرجانات ونمشينا لسوسة وحضرنا سهرية مرتضى وزياد برجي. في راس اللي يدور من سهرية سهرية باش يجي من بعد يقولنا وين نمشي الجمعة هذية. في الانفلونسر جيست تكون حاضرة معنا دنيا باش نحكي معها على الكونت انستغرام تاعها. لا سيربريز الجمعة هذية انترفيو سبيسيال مع لطفي العبدلي اللي باش يحكينا فيه على ميد ان تونيزيا. اما توا باش نمشيو نشوفوا ستار نيوز. إلى كل اللي بيحبوني انتوا وحشتوني قوي وحشتوني. باش نبداو بالفيديو كليب البوز لجمعة هذه. كان كليب إليسا إلى كل اللي بيحبوني، كان كليب صدمة بالنسبة للفانز نتاعها. إليسا حكيت في كليب على تجربتها مع مرض السرطان اللي بدا معاها من أكتوبر اللي فات. برشا فنانين كيما راغب، عاصي، أحلام، نادين نجيم وغيرهم عبروا على تضامنهم مع إليسا. إليسا اللي كانت موجودة في لجنة التحكيم في برنامج The Voice ما حسيتش جمهورها ولا زملائها بمرضها. كيما عاصي الحلاني تفاجأ بالخبر وقال اللي هي ما ظهرت لحتى حد على مرضها. إن شاء الله لاباس إليسا، أعطتنا درس في العزيمة وما خلتش المرض يتغلب عليها. من صغري نادوني الباشا واسمي موش غريب عليكم، ما نلعبش مع الفرفاشة راهو لعب صعيب عليكم. شمس الدين باشا قعد وطلع عنا بكليب جديد كلاش ان ديريكتومون في ناس معينة، وعلى ما يبدو إنه شموسة حاطت في قلبه على الأخر. غنية ماهيش ستيل متاع شمس جملة اللي عودنا قبل بالطربي والملتزم، المرة هذه داخلها بقوة فلوس. ايا مبروك الشمس الكليب الجديد وشاركت الانتاج الجديدة شمس ايفنتس. لبديت ثنيا نكملها اتعدى ورايا نخليك. الممثلة المصرية حلا شيحة بانت على الفن في 2007 بعد ما عرست براجل متدين وجابت منه زوز بنيات. ترجع اليوم للفن وقررت باش تنحي الحجاب، قرار خلى الفانز نتاعها ينتقدوها ويهاجموها. الحاجة اللي خلت حالة تعمل بلوكاج لي كومونتير في فيسبوك بعد الحملة اللي تعرضت لها. نانسي عجرم فاجأت الجمهور نتاعها بحملها ونشرت تصويرة على انستغرام لابنتها زوز وقالت اللي هي فرحانة وتحب عائلتها تكبر وتكبر أكثر. والمنتظر إنه نانسي على قريب باش تجيب وليد وباش تسميه راي، الاسم اللي راجلها يحبه برشا. من ستار نيوز نوصل للانفلونسر جيست وين حاضره معايا اليوم الانفيتي دنيا. مرحبا عايشك. انتوما زاد وليتو دي ستار نورمالمون، تخرجوا للشارع عاملوكم كيما لي ستار. وي توتافي، ولا نتعرفوا في الشارع والكل. وقلت لي دي حاجه باهيه وخايبه ومام طون. اي فما دي زافونتاج وفما دي زانكونفينيون. شنو لي زافونتاج؟ لي زافونتاج اللي تحس فما برشا عباد تحبك، برشا عباد تحب تشوفك، تحب تحكي معاك. لي زانكونفينيون اللي ساعات تحس روحك اللي انت ما عادش عندك اون في بريفي. وي خلينا نشوفوا الفيديو وانت كيفاش تعيش شكية وش نجاوبك على اليوتيوب وانستغرام. هكا نقول قارية استيتيك، ألوغ أنت ماكش قارية؟ لا مانيش قارية، قريت أوتيتود كوميرسيال ومن بعد بشوية بشوية بديت أغرام. عملت أون شين يوتيوب لي كوافور والمكياج، بديت نتعلم وحدي وفوغي ميزور وبشوية بشوية وليت عندي أون شين وفما عباد تبع فيا. غرام هو غرام مش قراية؟ لا مانيش قارية لي غرام. كيفاش دخلت اليوتيوب؟ أنت نهار قاعدة كيا عندك 7 سنين، أي. وقتها مازلت الناس ماهيش برونشي على اليوتيوب. أي كانوا شوية بالكل. عملت أون فيديو نتفكر وقتها دي كوافور كانوا شويه بالكل نتفكر، حطيت فيديو وقلت يا خلينا نشوف اسكو العباد باش تحطي دي كومونتير شنو قاعد تبع فيا ولا بيان. قيت كلكو كومونتير قلت يلا نزيد اون اوتر فيديو هكاك بشويه بشويه لين ولاو فما برشا ولاو فما برشا. ومن اليوتيوب مشيت لانستغرام خاطر لا توندونس تو تافي. ان فيت لازمك تكون موجوده بارتو باش انت مثلا تكون موجوده باش تقول على الشان نتاعك اذا كان فما فيديو هبطت اذا كان فما حاجه جديده باش تجربها. دونك لازمك تكون بارتو موجوده. اما خير اليوتيوب ولا انستغرام؟ انا نحب اليوتيوب الحقيقه، ميم سي الانستغرام اكثر، اما اليوتيوب نحبه برشا خاطر بديت منه. توا الانستغرام مسيطر، الناس كلها على الانستغرام كلها تبع في الانستغرام، ما عادش كيما قبل يوتيوب يتبعوا. اي في تونس ما عادش كيما قبل يوتيوب بالنسبه للبوتي، باغ كونتخ في لي زوت
autres معناها les autres youtubeuses et influenceuses youtube يقعد ديما هو اكثر واحد à part le maquillage le fashion le mode شنو تهبط quotidien تاعك كل يوم تحكي على des recettes ماكله des astuces beauté كل شيء حاسيلو معناها اي حاجه نعيشها نحب نحكي عليها نبارطاجيها ونحطها نورمال تخرج لافي بريفي نتاعك قدام الناس كل ما تقلقكش لا ما في بريفي هي اللي قعدت مخليتها لروحي معناها لا فامي ما فامي tout à fait فما كان دنيا تظهر sur les réseaux sociaux à part دنيا فما حتى شيء معناها نشوفوا كي لبسك وماكياجك شكلك وما كي نمشي اي ما كي نمشي عباد اخرين في حياتك ما تعرفهمش ديسكريت بالرغم الناس تحب تعرف حاجه تحب تعرف بيان سور اي يجيوك دي ميساج اي جوني دي ميساج ديما يحبوا يشوفوا ما في بريفي من كل ما انا جو بريفير نخليها ليا انا والحاجات الاخرى يقعدوا يشوفوها على رواحهم فهمت وين تحب توصل باليوتيوب والانستغرام كريي اون مارك C'est bien. Donc, في الدومين هذا كمان تخش في الديتاي برشا خاطر بديت نخمم فيها الحكايه. بديت فاش تحب تعمل براند وحدك فاشن؟ نجم تقول. ولا مكياج ولا لا قول لنا مكياج ولا لبسه؟ نجم تقول. ما تحبش تقول حتى شيء حتى في الترجمه ما تقول حتى شيء. اي حكينا ملا شنو تقول للي تتبع فيك اللي هما يتبعوا دنيا وانت انفلونسوز ويشوفوا شنو تلبس شنو تقول لهم الناس هذوما؟ نقول لهم اللي ان شاء الله ديما يقعدوا ساعه معايا خاطر انا ديما نحاول باش نحسن وديما نحاول حتى الفيديو اللي يشوفوا فيهم الكل وحدي نقد الضوء وحدي نحضر لي زيدي ان شاء الله ديما تشوفوا حاجه ما خير وان شاء الله ديما يكون الكونتوني باهي وينفعهم وتكون حاجه معناها بلوس باش تزيدهم معناها مش جوست مكياج وبارا تري بيان ميرسي عايشك ميرسي صابرين احنا من انفلونسر جيست باش نمشيو لفروم هوليود ونسافروا لهوليود ونشوفوا لي ستار غاديك كيفاش يعيشوا وانا راجعين Shit, nigga. You got no plans. You are. في فروم هوليود الجمعة هذه باش نحكيوا على سامي روتيبي. Take one. All right, here we go. هو ممثل أمريكي من أصول نيجيرية. كان يخدم موظف عادي في بنكة. أعطاه الفرصة باش يدخل العالم التمثيل والنجومية. Hi, I'm Sammy Rotibi. I'm originally from West Africa, Nigeria. I live here now in Los Angeles, California, in Hollywood. I don't know if you can see the Hollywood Roosevelt, which is a famous landmark here in LA. I'm an actor here in LA, and I'm on a show, Ron Howard, Brian Grazer's show called Mars, Fox, Nat Geo Channel, Imagine Entertainment. And we're having a, we're trying to catch this light before it goes down. How are you guys over there in Tunisia? I'm already home. بدأت رحلة سامي بأدوار صغيرة عام 97 في التلفزة كيما CSI ونيو يورك بوليس بلو The District وليز اكسبير دو ميامي وآخر عمل لي في التلفزة كان عام 2017 في سيري The Blacklist It was his idea Actually, it was ours أما في عالم الأفلام جاتوا فرصة عمره مع بروس ويليس في The Tears of the Sun عام 2003 Listen to me! This man is dead If you don't want his death to be meaningless I think one of my early big break was Tears of the Sun with Bruce Willis, directed by Antoine Fuqua, which was, God, that was in 2002. Antoine Fuqua also directed Training Day with Denzel, which Denzel won an Academy Award for best actor. And then I also did Lord of War, which a lot of guys remember me from with Nicolas Cage, where he plays an arms dealer and I played the son of the dictator with a gold-plated AK-47 asking him for the gun of Rambo. وبعد عامين مع نيكولاس كيج في The Lord of War واللي كان من أكبر البلوكباستر عامتها كمل مع المخرج تارانتينو في Django Unchained. You got a problem with your eyeball, boy? No, sir. You want a boot heel in it? No, sir. I think actors coming to LA, you got to be really sure that's what you want to do because being an actor is it's mind, body, and soul. It's a lot of dedication. There's no guarantee. There's no guarantees. وعام 2018 مثل في Batman vs Superman. Do you know? Take one step. You will see the inside of my head. This is Showbiz On in Hollywood. Thanks for watching. This is Sammy Rotibi. See y'all. Bye. فوالا كنا في هوليود مع انترفيو مع سامي روتيبي توا رجعنا لتونس وجو تونس وسهرية تونس ويمشي يجيني في راس ويقول لي وين نسهر الجمعة هذيا في فولو ذا باتي
فوالا وجينا فراس. عسلامة. عسلامة صابرين. كل جمعة تقول باش يهزني ومش قاعد يهز فيها حتى سهرية. على خاطرك أنت تمشي للمهرجانات وما تهزني حتى مهرجان. أنا طفلة عاقلة نمشي للمهرجانات. إي وأنا طفل مانيش عاقل نمشي للسهريات. هذاك علاش مشيت للبلومينغ بحذا ماريو والريكو فرحوا بينا برشا. مشينا لقينا دافيد فونديتا لقينا كيف كيف حازم أحمد مكنون ميس إم عندها الدي جيت التوانسة الكبار كبار 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 لوغران كاليبر. سهرية عدت مزيانة تفتق على الآخر ومن بعدها عملنا أفطر في ليلتها في الميلز. طلعنا للميلز وين لقينا كيف كيف فونديتا وميس إم. تابعني صابرينا نهزك وين مشيت سيرتو باش تشوف لي في الفيتير سهريات ياسر يفتقوا. شوفوا مع بعض. أوكي. سويك نص الليل ونص وصلت للبلومين كيما قاعدين نشوفوا الاولاد ان شاء الله يخلينا ندخلوا معناتها نعملوا طله لداخل شفما احنا باش ندخلوا نعملوا طله مزيانه برشا باش نلقاو دافيد فونديتا باش نلقاو حازم انتم قبل دافيد فونديتا هكا وباهي ولاد بلادنا هكا اخويا الحمد لله احنا اخويا في سوسه لان النجمه الساحليه استقبلتنا مليح باش ندخلوا نعملوا طله دافيد فونديتا حازم احمد مكنون وجماعه كل هنا يلا تابعونا في فول ذا بارتي باش نهزوكم كالعاده الاحسن بلايص في تونس. تفرح برشا جاكي بعثوا لي انفيتاسيون وحكاو مع المانجر نتاعي وحكاو المانجر بعد معايا وفسر لي كل شيء معناها فرحتني حاجه نورمال خذت افيك بليزير اكسبيرينس جديده اول مره نعمل بيتش بارتي نخدم هكا معناها في البحر معناها وتعدت بيان عملت جو برشا مع الببليك سوا على الاخر الحمد لله. الفيلينك الحمد لله سافات عادت خيط خي بيان يشحوا الكلهم جوهم باهي عملوا جو وان شاء الله ان شاء الله ديما 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 يجوا حاجات كي مزيانين كي ونمشوا البلايس ونفرحوا العباد بارتو معنا. فراس شيخ شيخ على الاخر وكل جمعه نكتشف موهبه جديده. انا الجمعه هذه اكتشفت اللي اكرم ماك ينجم يكون فيتر دي جي ديجا غرام بيزو الحبيب اكرم ماك نلقاوها معناتها بالحق طلع لعب عمل كي ضربات حاجه مزيانه على الاخر. كيف كيف انا راني البلاصه اللي نمشي لها زاد نطلع ندسكر فيها معناتها خاطر العباد تحبنا برشا بالحق معناتها العباد يتبعوا فينا برشا برشا ويسلموا عليك برشا 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 يقولوا لك ميرسي بوكو يا مزيانه ميرسي على النصر مع سيد توكاو وفي المهرجانات وفي لك المهرجانات اللي تجي معايا فوالا جاونا به. هذاك علاش الناس انتم اللي تحبوا تعرفوا وين باش نمشيو نسهروا انا وصابرين الجمعه هذيا تابعونا على الكونت انستغرام تاعي باش تلقاوه هوني ومن بعديك نهبطوا معناتها كل مره وين باش نمشيو نسهروا ونهبطوا كل حاجه في وقتها. كهو من سهريتك انت طب شو نعملوا دورتنا في المهرجانات وشوفني انا مشيت سهر الجمعه هذيا وتوقع الدورة في المهرجانات مانيش وحدي كالعادة معي إنصاف خير الدين. عسلامة إنصاف. أهلا وسهلا مرحبا بيك. منورة بالفلولي والله منتي منورة أكثر مني ما شاء الله عليكم أحلاك عايشك ميرسي. كالعادة نعملوا دورة بيان سور من بنزرة السوسة لتونس كارتاج بيان سور خلينا نبداو بالألجيرينو كارتاج. Yeah.
اللي مش معجبتنيش ياسر قصيره franchement impeccable باللوم il a fait le jaw il a fait l'ambiance c'était parfait impeccable ouais. on a passé une bonne ambiance entre cousins et cousines et franchement chapeau bravo ama hasito ma'ta w ta'il l'algerien w akther min lazem koumer zed ara w kartaj fokhra zed ara y fannan mchi ta'ada bi w karier سافا لا فامي سافا لا فامي سهريه كامله سافا لا فامي لا احنا هي سافا لا فامي معناها سي بالحق سي دون لانكونسيونس معناتها تعرف العائلات الجزائريه تجي لهنا تصيف دونك كيسال هو على العائله اش نحويكم سافا لا بور يقولوها برشا اي تتقال اون بلوس حتى الجزائريه بصفه خاصه يقولوها العرض مزيان حلو هو ان فري لوك دو ستار مزيان شاب كل شيء لكن ديما الانتقادات طبعا نتاع البي باك مشكله نتاع البي باك هذيك حكايه اخرى والصحفيين ديما يقولوا لي رابور صرفنا وشيت بعد في الكوليس مع الجيرين وكيفاش قالوا تغني بلاي باك هو قاعد يفسر لهم لذيك تكنيك جديدة حاجات ما ينجموش صحفيين ما ينجمش يجيب هو فرقه كامله ويخدم لي كونديسيون هذوكم الكل معناتها سوغ بلاس وعلى مسرح الاثري بتاع كارتاج بون هي فيزيون قابله للنقد شويه ساعه ونص نحي نص ساعه سافا لا فامي وشويه عرفنا بالفرقه وعاود الاغنيه اربع مرات لمنات اربع مرات دونك قصر شويه في حق الجمهور بتدخل عم جينا باكثر اغاني ويحفلها كيما حفلها لكن هذا ما يمنعش انه عنده جمهور وفرحوا به برشا وشيخ معاه على الاخر فوالا بهشون اخر عنا العرض على فكره هو العرض الثاني طبعا بعد بنزرت بالنسبه للجيرينو نرجع لبنزرت كيف لطفي العبدلي لكن هذا العرض الوحيد اللي قدمه في المهرجانات السنه نتفرجوا في الفيديو Liberté d'expression, c'est un homme qui a liberté d'expression, il dit ça va. Liberté d'expression de Tunisie, il dit non, il dit ça va. قالوا لي يا جماعه الراب وقتلوا الحبس وصبوا الحكومه لو سوتيان دو بوب تونيزيان قلت لهم ساعه قالوا انت وقجاو جماعه حبوا يقتلوك وحبوا يشدوك الدنيا ترشنو لو سوتيان دو بوب تونيزيان وقفوا معاك قلت لهم ساعه قلت لهم واش تحبوا تو سوتيان دو بوب تونيزيان واش تحب قالوا لي ايه امينه المراه الوحيده في العالم تبدا تدعي بالمفتاح تحل كتبسع ضمك الكلب ثم يتحل الباب رجل يقول له عسلام على كلمه عزيزتي عزيزتك وين ترى فيهم صابرين اللي عجبني فيه لطفي العبدلي سي كو هو قديم جديد معناها الارتيست اللي قاعد يتجدد قاعد يفي لا ريشيرش قاعد يشوف معناتها دوتر جونغ ارتيستيك ميم في الانيماسيون وغيره من الفنون يسافر يمشي يجي هذا كله باهي بوغ ان ارتيست اللي يحب ديما يريزيست معناها هذه حاجه باهيه اكيد الاكثر تفاصيل حول الحوار باش نتفرجوا فيها من بعد باش نقعدوا في بنزرت وفي عرض ليو روخاس هو العرض الوحيد اللي قبل انه يعملوا في افريقيا قبل كان في تونس تحديدا في بنزرت خلينا نشوف الفيديو اخر افريقيا اول مره في بنزرت وانا فرحانه على الاخر بسبكتاكل سيتي مانيفيك نعرف من قبل وديما جو بارطاج سي فيديو و جافي دي زامي كي لام بوكو
وانا نسكن في تبرقة وجيت لهوني باش نفرج فيه. والله حاجة هايلة برشا، عملنا جو، حاجة جديدة هي لمحالة، اما حاجة ترتح الأعصاب، تنحي ستريس، حاجة هايلة برشا. ليه رخاص يعطي الصحة، هو الساعة اللي قبل يعمل عرض في بنزرت تحديدا، هو في بنزرت علاش ما يقبلش؟ وعلاش ما يقبلش؟ مقبل في حتى في افريقيا العرض الوحيد اللي عنده في تونس، اما الحقيقة انا فوميو نقعدوا نسمعوا على اليوتيوب سيغ سين الي نول. ما عجبكش؟ لا علاش؟ هكا فما برشا طونداغي بالترونش اللي باش يعملها يعزفها والاخرى يقعد يتكلم ويعمل حاجات بيزار. مي ثم شكون قال معناها حاجة ترتح، معناها سي اوريجينال. اي سي اوريجينال اكزاكتومون، حاجة جديدة. هو لو بروبليم ديما على ديجيتال سي ترا حاجة أخرى، ألوان أخرى، ريتم آخر، مي كي لا رياليتي سيغ سين، سيغ سين سي أوتر شوز. تكتشف حاجه اقوى اي بارفوا تكتشف حاجات اضعف. هذه سا ديبون انت وقوه الفنان وحضوره وادائه وصوته بيان سور. هذا هو الفرق بين الديجيتال وبين وبين الواقع. صحيح. احنا باش نشوفوا جوهره الساحل الجمعه ذي السوسه، حاجه ياسر تفتق. شو نشوفوا زيد برج؟ كل شيء، الجمهور محبته ولطافته، الصحافة كنت خايف منها، لقيتهم لط مليانين حب ومليانين شوق للفنانين يستقبلوهم حلو. لو بعرف كنت عملتها من زمان. صرت تعمل الأغاني دائما بنفس الاندفاع، نفس وأنا بشتغل كل أغانية هيك، في أغنية لاحظ أكثر من أغنية، السر ما حدا بيعرفه غير ربنا يعني سبحان الله. جابت أعلى أرقام بلبنان، أغنية والفيلم عمل أعلى أرقام بتاريخ السينما اللبنانية كوميرشل، وأغنية نانسي عجرم عم بتعلق فيه كمان عملت أعلى رقم كملحن وشاعر، فلقيت إنه حلو أقدر أعمل الأربعة اللي كاتر بنفس البرفكسيون. ممكن عم بشتغل على إنه حقق كل فينال سنة، كل يعني فان دني اني اقفل ب نمبر 1 هي نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 إليسا عندها كوتي خاصة فيها، هي ما تشبهني بنوع الغناء بس تشبهني بجو الإحساس، وبتقدر الكلمة كتير. نحن مش متعاركين. البروبليم هو كان بسيط بين إدارة إليسا وبيني، مش بيني وبين إليسا شخصيا. طبعا نازل على بيروت دغري لحضورها من أول ما أوصل، بس عندي أول ما أوصل حفلة يعني فاندردي سامدي ديمانش، عندي حفلات لوندي إن شاء الله، إذا كانت هي فري رح أحضرها وبوسها بعيونها وارجع احضر لها اغاني في حال هي بدها. طبعا شويه فما شويه انيماسيون، فما واحد اما دروس مدو، انا خرجت قبل الوقت كجيت على سهره باهر اني كملت الاخر. زيد برجي اللي لا في سوسات عاد جو على الاخر، تحفون ويعطي الصحه. زيد البرجي اللي لا في سوسة عملنا جو على الاخر، اي نحبوا الحقيقه برشا، غنى برشا غنيت محليم بو، هو ما عندوش برشا غنيت اما سافا، قاعد يشكر هو بالاكثريه في جورج وما شنو اما سافا نحبوني على الاخر. بالنسبه لي انا فهمتني ما عندوش ياسر اغاني، الاغاني نتاعو الكل كي نتاع جورج نتاع اليسا نتاع فضل شاكر، ما جابش حاجه جديده حفلها اي اما بغاني غيره.
ليا لنحسبك خوان يا غالي لنحسبك خوان لنحسبك شي صغير غالية ولا تونسية؟ ناوي هو الباهي كوننا نربحوا أشك فوق من عند كل فنان غنية جديدة يعني مهرجانات الكل تقريبا فنانين اللي يجيوا يا ما يغنيوا على تونس ولا يغنيوا غنية تونسية هذه حاجة حلوة بخلاف حضور الرومانسية هو برشا هو كملحن عنده برشا أغاني وبتدخ كمغني مازال عمل غنية شو حلو اللي عملوا الكسرة الدنيا أما كمغني مازلنا مريناهوش باهي نمشيو توا الكارتاج وين العرض الصوفي مع فاضل الجزيري الحضرة في تصور جديد نتفرجوا معنا عرض الحضرة 3 للفاضل الجزيري برشا وجوه سياسية كانت حاضرة من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاه ووزير الثقافة محمد زين العبدي مراهنة على العروض الصوفية من قبل إدارة المهرجان حاجة كانت ناجحة 100% كانت عجبت الجمهور التونسي اللي شيخ اللي تفاعل إيجابياً مع العرض وشيخ معه يقولوا اجتهاد في الموسيقى اما حضرة دو عجبتني خير بصراحه يمكن زاد المودرنيتي نتاعها وهذوما لي زانسترومون جدد اللي عملوه مش هاك الحاجه الكبيره الحضرة دي ما تقعد بيه ما تتبدلش الحضرة هو راهو برشا عبيد يقولوا لي هي تتماشى مع التطور نتاع الموسيقى وكل شيء سورتو دخل يسر الجيتار تبارك الله بيه عام سنيك ما كل عام يعملوه ريسك بيد عدى سبا وجمهور تبارك الله بعبي برشا تونس يحبوا جوهم الصوفية ذي الحضرة والزيارة ديما حاجة مقدسة بالطبيعة معناتها الجو الصوفي والفن الصوفي والعروض هذيا الصوفية راهي ديما تلقى جمهورها في كل الأوقات على طول العام به التصور جديد الفاضل الجزيري يعني أدخل يعني آلات موسيقية جديدة دونك ثم أن نوفو مارياج بين الجديد والقديم هي مغامرة فنية تعتبر معناها مش بشرط بون ثم اللي حبتها وثم شكون اللي ما عجبتوش بالكل معناها لو فيت وأنها ماشي بور معناها مش الأصلية معناها دونك غياب هذه دنيا زادة أثر برشا عنده أن بوالور اللي غياب وكان مش باهي بالكل مي هي مغامرة فنية أنا نعتبر برها معناتها ناجحة علاش ليه ثم حاجات ما حضرتش كيما العادة البخور مثلا عوض البخور تعرف باش بشمعة كبيرة قبل من هكا البخور حاجة جديدة معناها بدل في كل شيء هو هذو ما معناها شكليا لكن المضمون كيما نقولوا معناها بالعكس الجمهور استمتع وكانت حفلة ناجحة حلوة مزيانة احنا توا باش نقعدوا في كارتاج في العرض الحدث نجم الحدث اللي باش يعمل بوز حسين الدوس حسين الدوس بالحق معناها عمل عرض استثنائي للغاية وانا نقول صعبها على الناس الكل مشكلة كبيرة خاطر هو لي زيليمون ارتستيك الكل حتى في العرض هذايا وتنحكيو عليها بعد البداية خلينا نشوف العرض
ميرسي بوكو سي على البوبليك اللي جاي اليوم. سي لان سي لان دي مومون معناتها اللي مانيش بتنساهم حياتي كامله. البوبليك صاحبني من الاول للاخر وفرح معايا وبكى معايا واشتح معايا. ما سي ا مومون اكسيبسيونيل في حياتي اليوم صار، يمكن احسن مومون في حياتي الفنيه بيان سور ليلى. ان شاء الله توفقنا وان شاء الله. انا جدي غير مازال لي تابلو هذا، مازلنا من الاول. مانيش نقول لك باهي اللي عملته، بوبليك يقول باهي ولا، اما انا نقول لك اللي احنا مازلنا من الاول، وان شاء الله واحد يجي يتطور ويحسن باش واحد يوصل سورتو للعالميه. انا ذكر بسيط احنا تويك اللي نخدموا ايتاب باغ ايتاب. ايتاب الاولى كانت كارتاج، ننجحوا في بلادي، انا ذاك الاوبجيكتيف نتاعي الاول. فما برشا فنانين يطلع لبرا يحب ينجح لبرا وبعد يرجع لتونس. انا بالعكس، قال لك بيتهوفن مثلا قال سي تو فوتر انترناسيونال شون تون باي. على المسرح تبقينا الجمهور هو اللي يحكم اسكو انا نكمل في المسيره ولا الجمهور هو يحكم عليك اسكو يحبني الببليك ولا. كما اليوم ريتهم نحبهم ويحبوني، قيت برشا كما الماء كيبدا راك حكيك كما السحاب فوق السحاب. وانا تي سوغ النواج وانا التوا سوغ النواج. طيارة تبارك الله عليه، فيزيكمون قوي برشا وتبارك الله عليه، وصوت تحفونا على الاخر. تحفونا برشا وعملنا جو على الاخر. طاير طاير فريمون ابدع ابدع. السهرية حلوة ياسر، فروشمون حلوة ياسر، فنان كبير ياسر. برافو حسين الدوس، أذهل الجميع. أذهل، هذه هي الكلمة صحيحة، هو طاير في نفس الوقت. شو تستنى من فنان لي ريفيرونس نتاعو دلايلا مع بيتهوفن شكسبير موزار باخ، معناتها وجاب لي فيغور هذوما الكل في الاتاك الاولى نتاع الكونسير. ثم ديكوراسيون جديده مزيانه برشا اللي هو كما قال مدير المهرجان هو صرفها من عنده هو، معناها اضاف. ثم لي كوستوم، ثم الكوريغرافي، معناتها والباهي في هذا الكل سي كو هو فنان ذكي، يعرف يكومونيكي مع الجمهور، يعرف كيفاش يعدل معناها اوتارو من يغني مع على الام وعلى الابن اللي يطلع الحبيبه تشاو وغيره. معناها لو ريتم اللي خلقه مع الجمهور وتعامل معاه كان بطريقه مزيانه برشا وحلوه. وهذه معناها ميلاد نتاع انا ارتيست جديد. علاش قلت لك قبيله راهو صعب على الفنانين الاخرين؟ على خاطر سي دو كونسونتري، معناتها كيما قلت لك العوامل هذه الكل والفنون هذه الكل عملها في عرض واحد. معناتها انا واحده من الناس سالت صابر كاظم غيره بالحق يزم يجدوا رواحهم اليوم. معناتها اذا كان جون ارتيست معناها ما فاتش 30 سنه ويقدم عرض كيما هكا اللي هو عالمي، معناها دي نورم عالميين، معناتها يزم ديجا احلامه العالميه. اي هو حلمه العالميه وهذا هو الهدف نتاعو، وان شاء الله ربي ينجحوا.